الخوت ولاد الشعب، السلام عليكم. وصلنا الله راك هنا تفرج ليا في هذا الفيديو. الاخوان والاخوات، جبت لكم واحد الاخبار في الميكا ديالو. لا لا والله لا، في الميكا ديالو. خصكم تسمعوا هذا الفيديو حتى الاخر الاخوان والاخوات، من بعد نجيو نعلقوا عليه جماعه. هذا الفيديو قلت لكم في الميكا ديالو، تصنتوا لي الفيديو. الأوقاف والشؤون الإسلامية لكي يدبر إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للرباط وسلى يهودي صهيوني من عائلة لم يكن شقيق وزير الداخلية. بلا تسمح لي، اسمح لي. اللي كيدبر الاوقاف نظاره الاوقاف لو جيرون ديال ممتلكات نظاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في الرباط وسلا العاصمه الرباط. انا ماشي كنهضر راك، لا لا، يهودي صهيوني، يهودي صهيوني من عائله ان لم يكن شقيق وزير الداخليه في حكومه نتنياهو اري اضرعي. هذا سميتو جي اضرعي، يمكن خوه او لا ولد عمو، وهما اصلهم من مدينه مكناس. وباش ما يمشي شي واحد بعيد، نحن لنا مؤسسه محمد عبد الجبري في عماره السعاده وهي تابعه للاوقاف والشؤون الاسلاميه. فوجئت انه غادي نبدا نخلص الكرا لهذا اليهودي الصهيوني اللي مكلف بالممتلكات الاوقاف والشؤون الاسلاميه، هو الذي يدبرها. فرفضت بطبيعه الحال وقلت لهم غادي نبدا نادي الكرا ديال مؤسسة عبد الجبري للفكر والثقافة لأي واحد آخر إلا هاد اليهودي الصهيوني. ما عمرين نخلصوا نمشيو للمحاكم ولا فين ما بغيتوا. ما اعترفتيش به؟ طبعا. أوقاف الشؤون الإسلامية سيدي قاسم مثلا، مهرجان سيدي قاسم، جاء له كوفرين، المجرم كوفرين الذي اغتصب المغربيات وحول مكتب الاتصال إلى وكر للبغاء واستباحة شرف المغرب والمغاربة، وأصبحنا شوها في العالم كله، في المنابر الإعلامية، في القنوات كلها، في الجرائد الكبريات، الجرائد على أنه المغربيات رخيصات. طيب. ويستبيحهن رئيس البعثة الدبلوماسية، ما يسمى بالبعثة الدبلوماسية الصهيونية الأخير، فهو يشرف على مهرجان الشذوذ الجنسي في سيدي قاسم، ويأتي ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكي يشارك في مهرجان الشذوذ الجنسي اللي نظمته جمعية عبد اللطيف النحيلة الشاذ جنسيا، و يأتي من يمثل جامعة بن غوريون، ممثل الشواذ جنسيا في المغرب واللي ناقش الدكتوراه ديالو في جامعة بن غوريون قبل أيام، المدعو يونس أبو عدور اللي بدل سميته باش يتأنت وسمى راسو يونا أبي دور. هذه عبد العالي الرحمني قال لك باغي يدير مهرجان الشذوذ الجنسي في الناظور، ناظور الريف، ناظور محمد بن عبد الكريم الخطابي. هذه هي الأجندة، وكلام كثير وقتك لا يسمح وإلا فصلنا فيه. هذه أجندة. ثم يأتون الآن إلى الدولة، لما تجي أميرة إسرائيلية كترفع دعوة بالدولة المغربية على أن أميرة عندها 70 عام، ويطرحون أن الدستور المغربي لا يخضع للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، علاش ما تكونش مرأة هي ولية العهد؟ بمعنى أنه يطرحون القيادة ديال الصف الأول ديال الكيان الصهيوني، يطرحون الشراكة في العرش في المغرب. فين وصلنا؟ ما بقاش الاقتصاد والمال والأعمال والذاكرة، الدولة ورئاسة الدولة. طيب. الآن أكثر من هذا، جابوا محمد العلوي، ما بغيتيش الملك تمشي معنا، ما بغيتيش تتردد، ما بغيتيش تخضع الضغوط ديالنا، نجيبوا واحد ونلبسوه الجلابه البيضاء والطربوش احمر ونديروا له جمعيه سميتها جمعيه مولاي علي الشريف، ويبدا يهضر باسم الشرفاء وباسم العائله، وتيقدم راسه في الزلزال على انه عضو. سميتو هذا؟ سميتو محمد العلوي، نشرناه على بلاغ الرصد والفيديو ديالو في الحداد. الملك يعلن الحداد وهو كيمشي يشطح مع الشواذ في تل ابيب وكيهضر باسم القصر الملكي. فين وصلنا سيدي قاسم؟ الخوت سمعتوا الفيديو ياك؟ حمان، احنا عارفين باللي الشؤون وزاره الاوقاف لا اسلاميه كيتحكموا فيها الصهاينه، علاش اولاد الشعب؟ احنا قلنا مرارا وتكرارا باللي هذا النظام ولا العلويين هما ماشي مسلمين، غير كيستعملوا الدين باش للمصالح الشخصيه، باش يستحمروا الشعب، باش يستروا على الشعب باسم الدين، باش يقول لك حفيد الرسول، سلاله الشرفاء، والى اخره. احنا هذا الشيء كنشطاء هضرنا عليه مرارا وتكرارا. واخا الاخوان
إلا سمعتوا لهاد السيد أو حمان، شكون هاد أو حمان؟ هاد أو حمان من رجال المطافي ديال الدولة العميقة. دابا إلا سمعتوا هاد أو حمان كيهضر هاد الشيء، راه هاد الشيء معروف وعنده الحق في هاد الشيء اللي كيقول. ولكن هنا السؤال المطروح، هاد أو حمان قال كاع على كاع هاد الشيء وما تعتقلش الإخوان. هنا خصكم تركزوا معايا في هاد النقطة. السيد قال واحد الحاجة يعني خطيرة بزاف، إلا قالها واحد من ولاد الشعب غادي تعتقل. علاش هاد أو حمان ما تعتقلش الإخوان والأخوات ولا ما غاديش يتعتقل؟ أنا نعطي لكم الجارانتي، لحقاش هذا أكبر مطبل ديال النظام العلوي، يعني من رجال المطافي. إلا كان شي حريق هو اللي كيطفي هذيك الحريق في البلاد، وهذا زعما اللي كيدافع عن القضية الفلسطينية، ملي كيخرج الشعب اللي كا في غزة ولا في شي مناطق في فلسطين كيوقع فيها شي شي هذيك الواقعات اللي كيوقعوا دابا، كينود هذا كيمس غضب الشعب. وهاد المرتزق هذا، هاد اللي كتشوفوه هنا اللي شفتي تقول له هذا بطل ولد الشعب، ما خصكش تطيح في الحفرة، ما خصكش كل خطره يجي شي مطبل شي زنديق يجي يبقى يستحمرك تقول له هذا بعدا كاين اللي كيدافع على البلاد. لا، هادو مطبلين ديال النظام، هاد او حمان ولاد الشعب هذا اتهم الريافه، اتهم الحراك، اتهم ناصر الزفزافي بانه كان يمول من طرف الموساد، كان يمول من طرف اسرائيل. يعني الإخوان والأخوات، هاد الشيء اللي سمعتوا في الفيديو أردت قال عاود قال عاود قلناه عاود قلناه عاود دير أولد الشعب، أنت ما كتسال والو في هذيك البلاد، أو دير اللي كيسالوا في هذوك البلاد اللي كيستافدوا من هذوك الثروات ديالك والآخر، أمثال هؤلاء، أمثال هاد الشفارة. قلت لكم هاد وحمان اتهم الحراك الشعبي المبارك اللي كان كيدافع عليك يا ولد الشعب، كيدافع على الحقوق ديالك والكرامه ديالك. هذا كانوا هذا او حمان كان كيتهم خوتك الريافه، انا كنهضر هنا مع ولد الشعب، كان كيتهم خوتك الريافه باللي كيمولكم الموساد. الله اكبر. اليوم اللي كان كيقول هذا السيد يعني ينطبق على أسياده اللي تبعوا لكم مع الكيان الصهيوني. يعني الإخوان والأخوات عندكم يدوخكم هاد المطبلين، هاد المرتزقة اللي ما يعرفوش، نتمنى يكون السبب باش يتعرف هاد القناة يا ولد الشعب شكون هاد أو حمان. سير قلب أولد الشعب، اليوم الحمد لله كاين التكنولوجيا، ما نحتاجوش المطبلين ولا ابواق المخزن ولا الاعلام الصرف الصحي ديال المخزن نتسنتوا له نقولوا هو هذاك. لا، اليوم كاين التكنولوجيا، تمشي تقلب تبحث وتعرف الحقائق اولد الشعب، بلا ما يضحكوا عليك هاد المرتزقه، راه كيضربوا عليك الملايين المليار يا ولد الشعب سنويا، ها اللي كيستافد من الثروات ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازول ولا نزول، نتمنى ان شاء الله الرساله تكون وصلت. والإخوان اللي كيعجبوا هاد المحتويات وهاد المعلومات اللي كنجيبوا باش تستافد فيه يا ولد الشعب، نتمنى ان شاء الله تبارطاجي باش نبقاو نديروا محتويات. السلام عليكم ولد الشعب، تهلا ليا فراسك.